بسم الله الرحمن الرحيم. أنا ملي دخلت شي شباب طلب تسليم عليك، راني طالب تسليم. الله يبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيد العام، السيد أوتي الولي جهة المغرب الجزائري، السيدات والسادة المنتخبين، السادة الأعضاء المدنيين، السيد رئيس المجلس الإقليمي، والسادة رؤساء المجالس الجماعية، أولاً كن استغل هذه الفرصة باش نهني بها السادة الرؤساء على الثقة اللي حظوا بها من طرف الناخبين، واللي نتمنى من الله نكونوا جميع عند حسن الظن الساكنة ديال إقليم شيشاوة، عند حسن الظن جلالة الملك من أجل تنمية هذا الإقليم العزيز لنا، واللي هو واحد من الأقاليم المهمة في هو النص، الأقاليم المهمة ديال الجهة، لدرجة أن النص تحت اللقاءات راه هو الرابع، ديما شيشاوة في الأقليم الوسطيني. درنا بدينا بالحمله عندك يوسفيا، درنا الحمله يوسفيا اسفي شيشاوة، غادي نديرو الحوز قلعة الصراعنة مراكش. سيدات والسادة الحضور، نلتقي اليوم بالإقليم العزيز إقليم شيشاوة في إطار اللقاءات التشاورية الخاصة بالمرحلة التي تهم إعداد استراتيجيته المجال الإقليمي المرتبطة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب لجهة مراكش أسفي، وهي المرحلة التي تتضمن أربعة محاور. تتمثل أولا في تحديد الإطار العام للتنمية المستدامة والمنسجمة للمجالات الحضارية والقانونية، تحديد الاختيارات المتعلقة بالتجهيزات والمرافق العمومية الكبرى المعنية لمدة 25 سنة مقبلة، تحديد المجالات المشاريع وبرمجة الإجراءات تمتينها وكذا المشاريع المعنية، ثم في الأخير طورت وطائق خرائطية تحدد المجالات التنمية الجهوية وتوجيهاتها واختياراتها. السيدات والسادة الحضور، بموجب فصل 143 من الدستور 2011 صارت الجهات تتبوع مكانة متميزة خاصة في إطار ورش الجهوية المتقدمة، وأصبحت الجهة تحتل مكان صدارة بالنسبة للجماعات الترابية على مستوى عملية الإعداد وتتبع التصاميم الجهوية لإعداد الترابية باعتبارها الصاهر الرئيسي على تخطيط المجال الاستراتيجي. وقد عزز القانون التنظيمي 14/2012 المتعلق بالجهات اختصاصات الجهه والقاضي بتحديد مصدر اعداد التصميم الجهوي لاعداد التراب وتحليله وتقييمه، حيث اصبح مجال اعداد التراب من اختصاصات ذاتيه المواكبه للجهه في حدود مواردها واختصاصاتها الترابيه. وقد شكلت توجيهات صاحب الجلاله السامه لصاحب الجلاله خارطه الطريق من خلال استشراف واستغلال امثل لمقومات كل مجال، وهو ما جاء على لسان جلالته في رسالته الكريمه للمشاركين في منتدى الوزاري العربي الثاني للاسكان والتنميه الحضري، حيث قال: وفي هذا الصدد ندعو لبلورة رؤيه جماعيه مشتركه حول منظومة متكاملة لإعداد التراب تقوم على الاستشراف وتروم ترشيد استغلال المجال والموارد المتاحة، وتساهم في إعادة توازن للشبكة الحضرية وتقوية قدراتها على التكيف والتأقلم مع مختلف التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، مع العمل على تقليص الفجوة بين المجالات والإحياء الهامشية والمناطق القرمة. تعلمت صاحب الجلالة. وهنا لا بد أن نشير إلى أن هذه الوثيقة التي يشرف مجلس جهة مراكش أسفي على إعدادها ببعيد مكتب الدراسات تهدف إلى تنسيق تدخلات كل من الدولة والجماعات الترابية والمستثمرين الخاص ومواكبة اختياراتهم الاستراتيجية في مجال التنمية والتهيئة، ذلك من خلال القيام باستشارة واسعة أثناء إعدادها وهو ما نقوم به الآن، وفق توجهات السياسة العامة لإعداد التراب على مستوى الوطني، وكذا في انسجام مع استراتيجيات وبرامج القطاع العمومي. كما أن عملية إنجاز هذه الوثيقة الاستراتيجية وهو تعبير عن سياسة مجالية متجددة تستند على ركائز مرتقبة، تستند على مقاربة ترابية للمشاريع وبرامج وسياسات عمومية، وتعمل من أجل تجسيد المجال لمعالجة إشكاليات التنمية التي تواجه المجالات، وهي تندرج في حركة كبيرة تجعل من المجال
مفتاحا سريا ناجحا لمواجهة التحولات الاقتصادية والاجتماعية. ولا ننسوا أننا نحن اليوم بإقليم شيشوا بعد محطات كل إقليم الحمر يوسفيا أسد صورة إلى أن نشير بالإمكان الاقتصادي والبشري والثقافي التي يزخر بها هذا الإقليم والتي ستشكل لمحة مكونة غنية سيساهم في دعم وتماسك مؤهلات الجهات المتنوعة. ولا سيما أن المجلس الجامع ربش حسني يلتزم بإنجاز تصميم جوي أداء التراب وفق التوجهات الملكية السامية والتي تدعو إلى الابتكار نموذج تنموي جديد من خلال تحديد ووضع الآليات والمشاريع اللازمة التي تمكن من تقليص الفوارق بين المجالات الترابية المكونة للجهة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.